12 عام جا عندهم من حيث الاستاذ ديالهم ما كاينش اليوم الصباح تفرقوا منين خرجوا مع 12 خرجوا مع 11 استراحه جا عندهم هو الاستراحه عزل 5 ديال البنات قال لهم انتم غتجيو عندي قال لهم منين مشاو التلاميذ يقراو غتجيو عندي انتم باش تقدوا لي البيرو جاو عندهم منين مشاو التلاميذ كل واحد مشى لقسمه جاو عندهم هما الخمسه جاو تمايا قال اربعه فيهم منهم فيهم بنتي قال لهم انتم غتمشيو غتدخلوا للداخل غتجيبوا داك الكتب غتقدوهم تما وهذه غتقاد لي هنايا الدريات مشاو واش الدريه سد الباب الدريه بدات كتغوت ولكن سد الباب الساروت ولا عسد لا يا غير سد الباب لا اسمع دابا حنا لا سولنا الا سولنا شي شخص مواطن ادم بني ادم يقدر يشد الرشوه ويكذب كاينه كاميرا تما كاين دي في ار غديو راه كاينه شرطه قضائيه هي اللي كتقول شنو كاين اقسم بالله شوفي راه الا مشى حتى بنيتك بحال بنتي علاش كنقول شي حاجه شي كون كانت شي حاجه انا نمشي على قبل الحبس والله لا خرج من هنا والله لا داو البوله يا خويا اسمح لي واحد الكلمه انا انه هذا المدير ولات نقراو هنا عمرك شي ما سمعناه صافي شي الصمور شي اللي كاين راه باش هادشي اللي كتقول دابا انا ودي دابا رفع القضيه ديالك يا معني انت ما حيتش كورونا انا شفت انت هنا يا انا واش هذا الشيء قالوا انت عمر سنتين هكاك يا ماما عمرني ما كنت حنا لا استاذ وانا وبنات عاوتاني الدريات الاخرين كيقولوا ليها مالك مالك القوي هو كيقول ليها قال لها سكتي وندور معاك ما تقوليش سكتي وندور معاك صافي هما بداو كيبداو راه قال الدريه دابا اللي شاد قال فيها شي قمشه ولا ما عرفت قال لك ماشي الدريه انا شتي انا في الكوميسيري ديال الدريه ولكن المهم كتقول لك خمسه ما غاتشوفش هي غاتستشر مع امها بلا انا استاذ استاذ انا رئيس جمعيه اباء استاذ والله ما مسها قسما بالله ضربت راسها على الجاج وقالت لي شد لي راسي وضرب لي جاب الله واحد الاستاذ دار بحال ما هكا جاب الكاميرا وفيلم بالتليفون ودار لي بحال ما هكا تيقول لي والله يهديكم الله يهديكم وصورها هي اللي ضربت راسها وهزو مسكين الاستاذ العيش يداوه شوف راه كاين شي حوايج خايبين وراه جات قالت لي قالت لهم حتى انا قالت لهم راه كندخلني قالت لهم من قبل قالت لهم كنت في المكتبه وما دار لي وما دار لي وهو اللي قال لها قال لها راه قال لها الا قلتيها دابا لماما فما بعد السكر غيطلع عليها السكر غتموت لك ومات لك باك وانت غتبقى بوحدك قال لها ما تقوليهاش لماما لا ولكن الدريه كتبكي دابا بيني وبينك انا كاستاذ وكاينين كاميرات هنايا الا باغي ندير شي حاجه كاين الكاميرا واش يمكن لي نديرها راه كاين عنده كاميرا وكاميرات في المؤسسه كاملين تفضل اخي راه كاينه كاميرا السلام عليكم بعدا غنقول القضيه اللي سمعت دابا ديال الاغتصاب الاغتصاب هادشي كله عتخربيق الدريه طاحت من الفوق مع بنتي داري صغار كيتناقشوا كيف ديما فهمتيني الدريه طاحت كتب المكتب غديروا القانون ديالكم غتكون تعنق غيكون هاد ولا باش ينقذ واحد يقول دغيا دخل جوج بغى يغتصب ما بغى يغتصب السيد عمر لي الدار السيد دخل لي انا ربعه لي تمام المحمديه وماشي بنت هنا ودار الادوات وبنتي انا درت في اغتصاب مع جاري ودار لي الشهاده وقف معايا في المحكمه وما خلا فين وقف السيد اجي وبنته تبارك الله وصلنا بدون مستوى وعائله وكيدخل كاع العيالات وكيحترم كلشي وكيدخل كلشي باش غير الدريه طاحت نقذت وحده ولا واحد قال احد مغتصب ربعه ودخل ثلاثه حشومه العواشر هذه ما كاينش هاد الهضره نهائيا هذه كتقول لك بان بنتها كانت معاهم وما كاينش هاد الهضره ها هي ها دليل قالت كتقول الدريه طاحت كاع الدراري كيتجارى المكتب كيوقع على وليداتي الله يحفظ كاع الوليدات ولاني باش كون من طايحه ساعات المكانه داك انا قد ندخل ثلاثه ما ندخل ثلاثه بغى يغتصب ومني كتبقاو كيدخلكم كل نهار وحده بوحده ويعاود وقت معاكم ويدير ويدير كان زوين دابا طاحت الدريه وليتو كتهضروا ماشي حشومه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.